انهياراتنا العصبية ممكن أن هي تواجهنا خلال ظروفنا اليومية، من ضغوطات أهل، من صدمات إحساس، من أشياء إحنا مو متوقعينها، إحنا مو مخططين حق حياتنا أن نمر في هذا الموقف، مو مخططين حق يومنا أن هالإنسان هذا بيقلب، ولا هالإنسان هذا بيتغير، ولا إيش ما كان. يعني أنت تعيش يومك طبيعي، تقوم من النوم يلا يا هادي تبي تعيش يومك، ما تدري ولا تتوقع أن من الأشياء اللي كلش هناك والله هذا لا مستحيل يصير شيء كذي صار وسبب لك انهيار عصبي. او يمكن بعض الاحيان ناس مستقصدينك، يدرون شنو الاشياء اللي تنرفزك، يدرون شنو الاشياء اللي تبطش بدك، ويسوونها قصدا منهم انهم يوصلونك حق شفه العصبيه علشان تبدي تطلع منك قذايف بالحكي والعصبيه والكلام وايش ما كان. من النهايه انهيار عصبي معناته ان انت خلاص وصلت معاك الصبر، وصل معاك لحده التفكير، وصل معاك لحده خلاص ما عاد فيك ان انت تتحمل اي احد بيدوس لك على طرف، راح تبدي تنفجر وتقول كل اللي في قلبك. انهيار عصبي يخليك تبدي تسترسل بالكلام وتحكي بسرعه 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 بسرعه، وكيفك سمعت سمعت ما سمعت وما ادري شنو، وبتصرخ اهدى شويه. بس سبب انهيارك العصبي الاول ان بعض الناس تحملك اغلاط انت مالك ذنب فيها. انا شكو، انا ايش سويت، أنا ش علمي بالموضوع أصلاً. لا تسبب الأشياء اللي قاعدة تضايقك في يومك، ولا إيش ما كان أي ألم قاعد يلامسك تقط راسك فيني وتطلع حرتك فيني. بلا أنا حبيب وعزيز وغالي عليك، وأنا حسبة أخوك، وأنا حسبة صديق مقرب لك، وتكلمني وتقول لي كل اللي تبي، بس عاد افهمني راع شعوري شوية. سبب لي انهيار عصبي مرتين تصدقون. أول مرة لما كنت أنتظر منه رسالة وقرر بكل برودة أعصاب أنه هو يحقرني، وأطالع التليفون بعد 5 دقائق وأقول الحين برد، أطالع التليفون بعد 10 دقائق أقول الحين برد، طالعت التليفون بعد 2 ساعة ولا حس ولا خبر. بت الليل وأنا أنتظر حقران أثار انهياري العصبي. استغربت، ما هي من عوايدك ولا هي من طبايعك ولا إيش ما كان، فإن أنت فجأة بدون سابق انذار تحقرني، ولكن انهياري العصبي كبت فيني، ما طلعته أمام عيونك ولا خليتك تشوفه. ولكن المسألة الثانية والأدهى والأمر أن أنت تيلي بكل برودة أعصاب لا إله إلا الله عليك، وتقولي بأن إيه الغلط غلطك، بل أنا فيني شيء، ليش ما تسأل؟ يا سلام، هني حشني انهيار عصبي اللي كبتته من حقرانك بيطلع على أن أنت بتحملني غلط مو غلطي، أنت بتحملني شيء أنت عجزت بأن أنت تتحمله وبتقطة فوق راسي. انضج، ألف نون ضاء جيم، انضج. تعلم ما تقط غلاطك على غيرك، تعلم ان ما حد مجبور انه هو احبك، هي احبك مبلا واعزك واحترمك وما اشوف حياتي من غيرك، بس ما اتحمل اغلاطك، وخصوصا لما تكون انت غلطان بالمره الاولى وغلطك هذا اللي سبب لي انهيار عصبي وتضايقت منه وايد. كبرت عقلي وقلت معلش وبعذر، الدنيا مشاغل، الدنيا فيها وما ادري شنو، ما راح انا اقول كذي، تيلي برده مبرده وتقول لي بعدين والله غلطك، ليش ما طمنت علي، شفتني ما رديت عليك، يمكن فيني شيء. ليش تحبون توجهون اصابع الاتهام ولا واحد منكم يتحمل غلط؟ ليش احنا لازم نصير مطقاقا نتحمل الرايح والراد من اغلاطكم؟ ليش لازم احنا نقول حاضر يا عم على راسي ان شاء الله انا اتحمل غلطك؟ لا يبا، لا مو من اليوم رايح. اي احد يحملك غلط انت مو مسؤول عنه رد، لان الدنيا الحين صارت الانسان اللي يسكت عن حقه تعرفون التكمله من عندكم انتم، وكلهم قالوها من قبل. بس الحين لما انت تبتي وتقول لي بان اغلاطك اللي انت عجزت ان انت تلبس ثوب الغلط بعد عمري، وايد خايف على نفسك من الغلط بتتقطع علي، لا عاد هذه اشياء انا اول مره اسمع عنها. انهيار عصبي فيك وجدامك طلع بكل ما تحمله قلبي من كلمات علشان ابرر لك، انا انسان صادق شفاف واضح، لما اني انا وانفجر بوجهك مو معناته اني انا كابت، ولا معناته الله 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 شايل بقلبك هالكثر، لا سلامتك مو شايل بقلبي لاني مو حقود وقلبي مو اسود، بس حزه الموقف انت وصلتني لهذه المرحله. جديدة معاملة الناس هذه، أشياء ماني عارف شو ممكن أن احنا نتعامل وياها. أي أحد يحملك غلط أنت مو سبب فيه لا تحمله، واعتبرها تهديد ما هي نصيحة، لأن إذا تحملت بيوني يحملونك أغلاط أكبر منها، وأنت مالك ذنب. وش تبتي قاعدة تسوي، بتحط يدك على خدك وتقول شو أسوي قلبي طيب؟ لا حبيبي مو بالفين واربعة عشر، لا مو اليوم عاد، اليوم اللي بيحملني غلط مانا مالي شغل فيه راح أرد، والرد ممكن يسبب لك أنت انهيار عصبي. أتحمل وأشوف أشياء وأتعايش معاها، يقولوا لي في حياتك بتشوف أشياء جديدة، زين؟ وأقول أوكي، وأنا شخصية تأقلم مع الأشياء الجديدة، وأقدر إني أمشي حالي وأتعايش، ولكن نفس هالأطباع، نفس هالسوالف، لا والله ما مرت علي، ولا عمري شفتها. أنا من لا يعتذر إذا لم يكن مخطئ، أنا من يكون شامخ وواقف بكل ثقة غصبا عليك إذا أنت كنت غلطان في حقي، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، راح أعطي نفسي كامل الحق
راح أعطي نفسي كامل السلطة، راح أعطي نفسي كامل العنجهية في إني أوقف قدام عينك وأقول لك غلطي أنا آسف عليه مسبقا من قبل ما يصير، غلطك والله لو تموت، والله لو تموت ما راح أعتذر. وأنت فكر فيها وادرس وضعي، ادرس غلاتي، ادرس مكانتي في قلبك، وشوف يمكن استحق اني اسمع منك كلمة اسف على اغلاطك بعض المرات. ترى الدنيا مو صوب واحد، هي طرفين، تحمل وبتحمل، غير كذي سلام. لا والله هذه